نروح لملف آخر وهو خاص بالمنظمات الدولية اللي ليها عمل بيكون واضح وصريح في أزمة بتمر بها الكرة الأرضية ككل. نشوف منظمة الصحة العالمية ودورها في متابعة الدول، أيضا في منظمات تانية معنية بالصحة منها مثلا الصليب الأحمر الدولي، والتنسيق اللي بيحصل بكل تأكيد مع الهلال الأحمر المصري، وإزاي الهلال الأحمر المصري بيشتغل جوه مصر لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وإزاي بينسق الهلال الأحمر المصري مع الصليب الأحمر الدولي والملف الخاص بوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية. شفنا الهلال الأحمر المصري عنده فرق تدخل في الطوارئ في محافظات كتير، وليه جهود في محافظة أسوان، في كفر الشيخ، إسماعيلية، مطروح، السويس، هنعرض لحضراتكم صور كتير، بحر الأحمر، في كمان في إنا، في شغل في بورسعيد، في الغربية، تفاصيل كتيرة جدا بيقوم بيها الهلال الأحمر المصري. ومعانا المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر. دكتور رامي أهلا بك على الحياة اليوم. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. عايز اعرف من البدايه مع حضرتك قبل ما نخش في المجهودات اللي بتقوموا بيها، مدى التنسيق ما بين الهلال الاحمر المصري والصليب الاحمر الدولي ومنظمه الصحه العالميه ووزاره الصحه المصريه. والله انا عايز اقول بس ان الهلال الاحمر المصري هي جمعيه وطنيه بتعمل من خلال 27 فرع على مستوى الدوله، وهي جزء من جمعيات الهلال والصليب الأحمر العالمي وجزء من الحركة الدولية للصليب الأحمر. التنسيق طبعا على مستوى الدولة هنا بيتم مع جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات حتى غير الحكومية اللي هي الجمعيات الأهلية في عمليات التطهير والتعقيم اللي بتشمل الدولة كلها، خصوصا في المصالح الحكومية وفي دور الأيتام ودور المسكين او الاماكن اللي عليها متوقع عليها ترددات. زي ما حضرتك عارف احنا دلوقتي بنحاول نقلل التجمعات بشتى الطرق. جزء كبير برضو من عمل جمعيه الهلال الاحمر المصري خاص بالتوعيه الصحيه المهمه دلوقتي حاليا اللي بتتم من خلال وجها لوجها اثناء عمليات التعقيم او التطهير او من خلال جميع المنصات الالكترونيه الموجوده او تمتلكها جمعيه الهلال الاحمر المصري. طيب المجهودات بقى اللي بيقوم بيها الهلال الأحمر المصري داخل مصر. طيب زي ما ذكرت التعقيم والتطهير على مستوى الدولة، التوعية الصحية برضو، تحديد الفئات المستهدفة أو المستضعفة من حيث العمليات الإغاثية، توصيل المواد الإغاثية، التنسيق مع شركائنا في العمل في جميع المحافظات لو في منطقة مستهدفة أو ما إلى ذلك، من ناحية توصيل المساعدات الغذائية، من ناحية توصيل الأدوية، من ناحية المواد الإغاثية، كل دوت إحنا بنقوم عليه بالتوازي مع جميع المحافظات. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري.